فكذلك يوم القيامة تمر على المؤمن كما يصلي ركعتين، وتمر على الكافر كما هي. لماذا؟ لأن الله هو القابض والباسط، القابض والباسط الذي يقبض الزمان، والباسط الذي يبسط الزمان. فبعدما أقسم المولى تبارك وتعالى بهذا اليوم وهو يوم القيامة، أقسم بالنفس اللوامة، فقال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذن هنا لخطورة النفس أن الله تبارك وتعالى قسم بها. إذن قسم بالقيامة لشدة الهول الذي يكون فيها، أقسم بالنفس اللوامة لخطورتها على الإنسان. ولذلك النفس تنقسم إلى ثلاث أقسام، وزاد أهل العلم الرابعة. هناك اللوامة كما ذكرها الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه، قال: هي نفس المؤمن تلومه على كل صغيرة وكبيرة. كتقول لي علاش انت درتي هذه، وعلاش انت درتي هذه، وتتلومه علاش قريتي القرآن، علاش تصدقتي، علاش مشيتي للمسجد، علاش علاش علاش. كتلومه على هذاك العمل اللي دار باش يعود يجدد النية فيه لكي يكون العمل خالصا لوجه الله، فكتلومه. وهناك النفس الأمارة بالسوء، أي وهي نفس الكافر كما قال الحسن البصري رحمه الله، فلا تأمره إلا بالسوء، وهي نفس الكافر. ثم بعد ذلك جاءت النفس المطمئنة. ولذلك لما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقى الرسول عليه الصلاة والسلام كيقرأ يعني هذه الآية العظيمة من قوله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما أجمل هذا الكلام، هذا الكلام ديال الله تبارك وتعالى، وهذه الآيات اللي قريتي يا رسول الله وذكرتي فيهم هذه النفس المطمئنة، عجبني هذا الكلام بزاف وأثر فيا. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أبشر يا أبا بكر، فإن الله سيقولها لك يوم القيامة، ويخاطب النفس ديالك ويقول لها يعني ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهنا واحد الإشارة دقيقة جدا إخوة الإيمان، هاد النفس المطمئنة ذكرها الله في الآخرة، ما ذكرهاش في الدنيا. لماذا؟ لأن الاطمئنان في الدنيا غير موجود، يعني الله ما طمئناش في الدنيا، غير موجود. لكن يوم القيامة يجعل لنا الله الاطمئنان، يعني كون أنت مطمئن غادي تبقى صحيح، ما غاديش تمرض. فكون أنت مطمئن غادي تبقى في الغنى، ما عمرك غتفقر. فكون أنت مطمئن غادي تبقى في واحد الفرح دائم، فما عمرك غتبكي. فكون مطمئن من جميع المسائل. إذا الاطمئنان لا يوجد في الدنيا، إنما يكون يوم القيامة. هنا السؤال المطروح في النفس، النفس كتوسوس لنا، والشيطان كذلك كيوسوس لنا بجوج. قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن كتوسوس، وكذلك الشيطان كيوسوس لنا. أش يقول لنا الشيطان؟ قال تعالى: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لذلك سئل الحسن البصري رحمه الله: أيهم أشد عليك، واش الشيطان ديال الجن ولا شيطان ديال الإنس؟ قال: شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن. قالوا: لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ قال: شيطان الجن إذا ذكرت الله خنس، أما شيطان الإنس وخذكر الله وخذقرا وخ. ولذلك جاء في بعض الروايات أن هناك شياطين أديال يعني الجن يستعينون بشياطين الإنس.
يقول لي فلان رحنا ما قدين عليه، فلان رحنا وصوصنا عليه تاعينا، فلان را، فيستعينون بهم ها على الفتنة. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.